لدى تنشيطه لتجمع شعبي بولاية إليزي، أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون استعداده فتح مناطق تجارة حرة مع الدول المجاورة للولاية بهدف خلق المزيد من الثروة والقضاء على البطالة. زمان كانت المنطقة عايشة بالتجارة، عايشة بتربية البعير وتربية المواشي، وشاءت الأقدار أن الحدود نتاعنا تلتهب. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تطفى هذه النار، إن شاء الله تطفى هذه النار وترجع المنطقة نتاع الليزي هذه بها بالدبدب بجانت برج عمر دريس كلها منطقة حرة للتجارة مع الأشقاء والجيران إن شاء الله. تبون بشعار التغيير تعهد باستحداث بنك جديد خاص يتولى تمويل مشاريع الشباب والمؤسسات الناشئة. بالنسبة للمشاريع، كل شاب يحب يدير مشروع وهذا التزام مني، راني التزمت في أماكن أخرى قلت أن الشباب هادو باش ما يزيد يزاحمهم حتى واحد ندير لهم البنك الخاص تاعهم، بنك خاص للشباب. ولما نقول الشباب ما نفرقش بين البنت والولد. وفي حال وصوله إلى قصر المرادية، أبدى المترشح عزمه إعادة بعث الزراعة بالجنوب من خلال إنشاء معهد متخصص في الفلاحة وتطوير شعبة تربية الإبل والاستثمار في لحومها.